بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة، ومفروض بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى آخر الآيات. وأما السنة فأحاديث كثيرة ستأتي في هذا الباب إن شاء الله. ومنها أيضا حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس، وعد منها وصيام رمضان. أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان. والصيام في اللغة هو الإمساك، سواء كان إمساكاً عن أكل أو شرب أو قول أو فعل، فأي نوع من أنواع الإمساك يسمى في اللغة صوماً. ومنه قوله تعالى في حق مريم عليه السلام: فإما ترين من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوما، بمعنى ألا تتكلم تسكت. ولهذا حينما أنكروا عليها في عيسى عليه السلام قالوا فقال فأشارت إليه، لأنها لا تتكلم أو نذرت ألا تتكلم، مجرد إشارة. ومنه أيضا قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة، بمعنى أنها ممسكة وبعضها فيها لجام وبعضها لا لجام فيه. وحتى يقال أيضا صامت الأرض على الشيء، بمعنى أنها حفظته وأمسكت به لا يعلم ما بداخلها. أما في الاصطلاح فهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع ودواعيه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية أو بنية التعبد. هذا هو الصيام في الاصطلاح، الإمساك عن الطعام والشراب والجماع ودواعيه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية أو بنية التعبد. ومعلوم أن هناك أشياء لا بد من الكف عنها، قد تكون محرمات حتى في غير رمضان، ولكنها في رمضان أشد، كقول الزور وشهادة الزور والغيبة والنميمة وإطلاق البصر في الحرام ونحو ذلك. لكن كما تعلمون هو ظاهر الحكم وظاهر من أمسك عن الطعام والشراب والجماع ودواعيه بنية، هذا في ظاهر الحال يسمى صائما، بحيث إنه لا يقضي لو فعل ذلك، فإنه لا يلزمه قضاء ويجزئ عنه في ظاهر الحال. هذا هو المقصود بالتعريف، وهذه هي فائدة التعريف. والصيام كما ذكرنا، وكذلك أيضا فرض في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات إجماعا، صام 9 رمضانات إجماعا. و فرضيته أو حكمة مشروعيته كما قال الله عز وجل: لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وحينما تنظر في الحكمة أو الحكم والأسرار في العبادات التي شرعها الإسلام، بخاصة عبادات الإسلام الكبرى من الصلاة والزكاة والصيام والحج، فإنك ترى شيئا عجبا، لا من حيث التنوع ولا من حيث الفوائد التي تلحق المتعبد،
ولا من حيث أيضا تنوعها، من حيث إن بعضها يتعلق بالمكلف نفسه وبعضها يتعدى إلى أمور أخرى، بعضها يتعلق بالبدن وبعضها يتعلق بالمال وبعضها يشترك فيه البدن والمال. والصلاة أيضا معلوم أسرارها وحكمها، وتكلمنا عن ذلك في مناسبات كثيرة، وكذلك أيضا الزكاة، وقد يأتي بعض إشارات في للزكاة أيضا باعتبار أن لها تعلقا كبيرا في بالصيام، وبخاصة في بعض استفتاءات بعض الناس وأحوال بعض الناس، حيث إن بعض الناس يتقصد إخراج زكاته في رمضان، فقد تأتي إشارات إلى مثل هذا. والحج أيضا كذلك سبق الحديث عنه كثيرا، وسيأتي أيضا في مناسبته إن شاء الله. وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فيه دليل أولا على أن الصيام كان مشروعا على من قبلنا، أن الصيام كان مشروعا على من قبلنا، وأنه ليس من خصائص هذه الأمة، وإن كان الأحكام تختلف وتفاصيل الأحكام تختلف بيننا وبين من قبلنا، ولكن أصل الصيام موجود في الأمم قبلنا أو في الشرائع السماوية قبلنا كما ذكر الله عز وجل. وقوله تعالى لعلكم تتقون إشارة إلى حكمة تشريع الصيام وهو التقوى. وقد لا يطول بنا النظر في تأمل حكم الصيام وأسرار تشريعه، ولكن يكفي أن ننظر في طبيعته، من حيث إنه كف وإمساك. وإذا قرنت بين معنى الكف وبين معنى التقى والاتقاء وجدت أن هناك علاقة دقيقة. فالصيام كف عن الطعام والشراب والجماع، وكف كذلك عن الأمور المحرمة كقول الزور في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن الصوم كف وإمساك، أي أنه نوع من التحكم يقوم به الإنسان في إرادته تعبدا لله عز وجل وطاعة له وانقيادا وخضوعا واستسلاما. ولهذا كان سرا بين العبد وبين ربه، كما في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أو يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وأكثر ما يتميز المتميزون ويتجلى نجاح الناجحين وسبق السابقين هو بالتحكم بإراداتهم، هو في التحكم بإراداتهم. فمن استطاع أن يتحكم في إرادته فهو الفائز حقا، حتى في مقاييس أهل الدنيا، حتى في مقاييس أهل الدنيا. فلو نظرت في أصحاب الهمم العالية حتى من أهل الدنيا، سواء في المسلمين أو في غيرهم، وحتى في الكفار، أنه غالبا لا يحقق إنسان مقاصده إلا إذا كان قد سيطر على رغباته وكانت همته وإرادته فوق شهواته. أما من استسلم لشهواته وانقاد لرغباته فغالبا ما يكون في الحضيض، وغالبا ما يكون في مؤخرة القافلة وفي ذيلها. تقيسون ذلك في بعض الأشياء التي تجري في دنيانا، وبخاصة في أوساط أبنائنا وطلابنا، حينما يتنافسون في مقاعد الدراسة وتجدون أن النتائج على حسب الأعمال، وتجدون كذلك أن هذه النتائج مرتبطة بجدية الطالب، والجدية لا تعني سوى التحكم في الإرادة وحبس النفس في سبيل التحصيل، والجد في المذاكرة، والجد في استيعاب ما يوكل إليه، والجد في تقديم المطلوبات الدراسية. فكلما كان الإنسان أكثر ضبطا لنفسه وانضباطا في وقته فإنه يكون أرجى في تحقيق الدرجات والمقامات العالية في المنافسة الدراسية. فمن هنا هذا من أقرب المقاييس والنظرات في مدى ارتباط النجاح والفوز
الإرادة. فإذا ما نذرت إلى الصيام وتشريعه وأنه ليس مجرد كف عن طعام وشراب وجماع، وإنما هو هذه لا شك أنها مظاهر، وهي مظاهر كبرى، لكن الأدق هو الإمساك عن كل محرم وكل ممنوع في الصيام، وهو فترة من السنة تمر كل سنة على المسلمين يكون فيها اختبار للقوى وتجديد وتأكيد للوقوف عند حدود الله عز وجل والانصياع لأوامره سبحانه وتعالى. ومن هنا كان الصيام طريقا وسبيلا إلى التقوى، ولهذا قال الله عز وجل لعلكم تتقون. وقد يتساءل متسائل وهو كثير في القرآن، لماذا يقول لعلكم تتقون ولم يقل لتتقوا، وإنما قال لعل، وإن كان بعض المفسرين رحمه الله يقول لعل من الله واجبة، لكن لا شك أن القرآن وهو من عند الله عز وجل أن لكل كلمة مدلولها. مما يبدو الله أعلم مما أشار إليه أهل العلم أنه أتى بلعل لأنه لا شك أن الصيام سبيل للتقوى، الصيام سبيل للتقوى، لكن تحقق التقوى لدى المكلف نتيجة صيامه أمر لا بد أن ينظر فيه إلى اعتبارات أخرى، وهو أن هناك مؤثرات كثيرة قد تعوق الإنسان أن يحقق كامل التقوى أو التقوى أو كاملها أو بعضها أو كمالها، لأن هناك أمور تدخل على الإنسان، تدخل عليه في نيته، تدخل عليه في دقة أدائه للعبادة. لو جينا للصيام مثلا، قول الزور، شهادة الزور، النظر المحرم، فضول الطعام، فضول الشراب، فضول النظر، فضول الخلطة، هذه كلها تؤثر كثيرا في الصيام. ولهذا إن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، ومن هنا قال لعلكم تتقون. والكلام في أسرار الصيام يطول، ولعل إن شاء الله تأتي مناسبات واستطرادات في أحاديث الباب إن شاء الله نزيد ما يفتح الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، متفق عليه. هذا فيما يتعلق بدخول الشهر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتقدم المسلم أو المكلف رمضان، يعني شهر رمضان، وهذا يدل على أنه يجوز أن يسمى رمضان، يجوز أن يسمى رمضان. وورد حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسمى شهر رمضان برمضان، وإنما قولوا شهر رمضان، قال لأن رمضان من أسماء الله ومورد، لكنه ضعيف. وهذا الحديث وغيره تدل على أنه يجوز أن يسمى رمضان هكذا إطلاق من غير تقييد بشهر ولا غيره. فقال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، بمعنى أن إذا قرب رمضان وقارب شعبان أن ينتهي في اليوم 29 من شعبان مثلا أو 30 من شعبان، لا يجوز للإنسان أن يصوم يوم 29 أو 30 من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، يعني كأن يقول والله يا أخي ما أدري هل رمضان دخل أو ما دخل، وأنا أخشى أن الناس يكسلوا ما يتطلعوا لرؤية الهلال ولا يتطلعوا، فأنا أحتاط لديني وأصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يوم. لماذا؟ وإن كان هذا يقول هو من باب الاحتياط واحتياط العبادة ومن باب التقرب إلى الله عز وجل والحفاظ على الشعائر، لكن ديننا يعني فيه من الدقة وفيه من الحكم الدقيقة في هذا الباب ما ينبغي أن نتبينه بالاطلاع على أقوال أهل العلم. حينما أتي لقضية الاحتياط، الاحتياط بماذا أو الاحتياط ما سبيله؟ الاحتياط يا إخواني ليس بالاجتهادات الشخصية، وليس الاحتياط بالانقياد لمثل هذه الأفكار والوساوس. الاحتياط كما يكون بالفعل فإنه يكون بالترك، والاحتياط الحقيقي والدقيق هو بدقة الالتزام بالسنة، والاحتياط بدقة التحري بمراد الشرع، هذا جانب. والجانب الثاني أن العبادات أوامر من الله سبحانه وتعالى بلغها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فالطاعة في الحقيقة بالتزام الأمر،
والانقياد والخضوع وليس بالاجتهادات. فالله سبحانه وتعالى حينما أمرنا بأي أمر بصلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو غيره أمرنا لنمتثل مجرد الأمر. فالطاعة في الحقيقة في الامتثال، الطاعة في الامتثال، فتكون مطيعا حقيقة حينما تتحرى أوامر الشرع. والشرع حينما يأمرنا فإنما مقصوده أن نمتثل، سواء يعني بمعنى أن المقصود هو الانقياد والخضوع والطاعة والتقيد بالأمر نفسه. فأي اجتهاد في الطاعة ليس مبنيا على أمر شرعي فإنه مردود على صاحبه. وهذا دقيق يا أخوان، ويجب أن نتأمله في, 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 في باب العبادات. فالاحتياط في العبادة هو الالتزام بالشرع، وليس الاحتياط بأن تجتهد وتشرع لنفسك وإن كان قصدك حسنا. القصد حسن قطعا، والإنسان فعلا يريد أن يتقرب ويريد الثواب الكثير ويريد أن ينافس في الخيرات، لكن يجب أن يعلم أن ضابط الشرع في ذلك أن التنافس لابد أن يكون مرتبطا بأوامر الشرع، لا خروج لا زيادة ولا قيد أنملة. لماذا؟ لأن العبادة هي الطاعة، والطاعة هي الانقياد، والانقياد هو الخضوع. أما التطلع إلى أشياء من نفسك تتقرب بها إلى الله عز وجل لست مستندا فيها إلى شرع، إنما مجرد لاستحسان نفسك واستحسان عقلك، هذا لا يكفي، لأنه لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. ولأن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا يزداد من عباداتنا، إنما مراده سبحانه وتعالى أن نمتثل وأن نتحرى أوامره وأن نتحرى مقاصده وأن نتحرى ما بلغه عنا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان هذه الدقة، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وإن كان النية حسنة كما قلنا والمقصود هو الاحتياط للعبادة، لكن الاحتياط بالالتزام. وكما قلنا، كما يكون الاحتياط بالفعل فإن الاحتياط أيضا يكون بالترك، فالاحتياط هو في تحري أوامر الشرع. إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، بمعنى أن الإنسان إذا وافق يوم 29 أو يوم 30 صياما لإنسان أو لمسلم فإنه يصومه. كهذه السنة، هذه السنة كما تعلمون يوم 30 وافق يوم الخميس، وافق يوم الخميس وصمنا أول يوم كان يوم الجمعة، أول صيام من هذا السنة سنة 17,400 كان يوم الجمعة، فيوم الخميس لم يكن صيام، كان مكمل 30 من شعبان. فالذين كان لهم عادة أن يصوموا الاثنين والخميس فإنهم يصومون يوم الخميس ولا إشكال، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فالذي له عادة أو كان يصوم يوما ويفطر يوما مثلا، فصام يوم الثلاثاء والثاني يوم ويفطر يوم الأربعاء ويصوم يوم الخميس، هذا لا أيضا لا شيء فيه ولا يعتبر من الشيء المنهي عنه. إنما المنهي أن تصوم بنية أنه من رمضان احتياطا، هذا لا يجوز. وسوف يأتي أيضا في الحديث بعد هذا: من صام يوم الشك فقد أصاب القاسم. فأن تصوم اليومين الأخيرين من شعبان بنية أن احتياط رمضان، هذا لا يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان وافق عادتك كما كنت تصوم الخميس مثلا، أو كان يوم 29 يوم الاثنين، أو يوم 30 يوم الاثنين مثلا، وصام الصيام في يوم وصار مبتدأ الشهر يوم الثلاثاء فصمت يوم الاثنين لأنه كان من عادتك، هذا لا شيء فيه. والحديث الآخر حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث صحيح طبعا في حيث الاحتجاج به، الحديث صحيح. من صام اليوم الذي يشك فيه، ويوم الشك قد يكون يوم 29 وقد يكون يوم 30، فإذا صمته شكا بمعنى احتياطا لرمضان فلا يجوز، فقد عصى أبا القاسم. ومثل هذا طبعا، وإن كان هو خبر العمار، لكن مثل هذا له حكم المرفوع، لأن هذا مما لا مجال للرأي فيه، فدل هذان الحديثان عن النهي أن يتقدم المسلم رمضان بيوم أو يومين، ودل على أنه لا يجوز أن يصوم آخر شعبان وهو يوم الشك بنية أن يكون من رمضان احتياطا، فإن هذا لا يجوز، وإنما تصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالحكم
مرتبط بالرؤية. طيب، فإن لم فأكملوا عدة شعبان أو فاقدروا له كما سوف يأتي معنا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. إذن هذا يدل على ارتباط الصيام بالرؤية، وأن لا يصوم الناس حتى يروا الهلال، ولا يفطرون حتى يروا الهلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، يعني إذا رأيتم الهلال. والخطاب طبعا للأمة، وليس المقصود أن تراها جميعا، ليس المقصود أن ترى كل الأمة أن ترى هلال، وإنما المقصود إذا رآه من تثبت أو يثبت الحكم برؤيته أو تصح رؤيته، أن يكون عدلا. إذا كان عدلا وأيضا قوي الإبصار، فإنه هذا هو الذي تعتمد رؤيته، أن يكون مسلما عادلا قوي الإبصار. فإذا رؤي الهلال في دخول رمضان فإنه ترتبط به الرؤية ويكون الصيام، وكذلك أيضا رؤي هلال شوال فيكون الإفطار. فإن غم عليكم فاقدروا له. إن غم عليكم يعني إذا صار في آخر شعبان الجو غائما أو فيه ما يمنع من قتر أو ضباب أو غيم أو نحو أو غبار أو دخان أو نحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاقدروا له. وجاء تفسير فاقدروا له في الرواية الأخرى عند مسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. إذن هذا تفسير لمعنى اقدروا له، وإن كان من تفسيرات فاقدروا له يعني فضيقوا كما هو عند الحنابلة. الحنابلة يفسرون فاقدروا له بمعنى ضيقوا، ولهذا يقول الحنابلة إنه إذا كان يوم 30 غيم فإنه يصومون. هذا مذهب أحمد من المفردات، أنه إذا كان يوم 30 غيم فإنهم يصومون، ولكن حديثنا صحيح وصريح في أنه لا، المقصود أن إذا لم يمكن رؤيته في يوم 29 لغيم أو نحو ذلك فإنه يكون تمام شعبان، فإنه يكون تمام شعبان 30. هذا معنى فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وهذا تفسير، فالروايات تفسر بعضها بعضا، وإن كان في اللغة صحيح أن اقدروا له يأتي بمعنى تضيق، ومنه قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، بمعنى ضيق عليه. وروي عن 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 ابن عمر أنه كان يصوم يوم الغيم، إذا كان آخر شعبان غيم يوم 30 مثلا فإنه يصومه احتياطا، والمذهب يقول من ذلك. المذهب عندنا أنه يقول يصومون إذا كان غيم، أما إذا كان صحو فلا، فإنما يصام لأنه يدخل فيه لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين، أما إذا كان غيم فعند في المذهب أنه يصام، والصحيح أنه لا يصام. لماذا؟ لأن الأصل براءة ذمة، ولأن الأصل بقاء شعبان، الأصل بقاء شعبان، ما دام 29 فالأصل أنه بقاء شعبان. وهناك من فصل وحاول أن يقول إذا كان الشهرين كاملين فيصام، إذا كان رجب أو إذا كان رجب وجمادى الثانية كاملة فغالبا لا يكون الثالث إلا ناقصا ونحو ذلك، لكن هذه كلها لا يعول عليها كثيرا، وإنما التعويل على الرؤية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا. والمراد بالرؤية هنا أيضا كذلك الرؤية البصرية، الرؤية والبصرية. أما الحساب فلا يعتد به، الحساب لا يعتد به، وإن كان يعتمد على المقويات كالمجاهر والمكبرات ونحو ذلك، لأن حقيقتها أنت لا تنظر بالمكبر وإنما تنظر بعينك، وإنما المكبرات هذه قد تعين في تقريب النظر وتوضيح الرؤية. أما بالحساب فلا يعتد به ولا اعتبار للحساب. أيضا هذا كما في رواية مسلم أيضا: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30.
أو فأكملوا عدة شعبان 30. فهذه روايات يفسر بعضها بعضا، بمعنى أنه إذا كان يوم 29 فإننا أيضا نتحرى ليلة 29، وكذلك نتحرى يوم 30، يعني يوم 28 ليلة 29 نتحرى، ويوم 29 ليلة 30 نتحرى، فإن رأيناه وإلا فيكمل شعبان 30، ثم لا يمكن يكون الشهر أكثر من 30، الشهر القمري لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30. إذن الحكم مرتبط بالرؤية، مرتبط بالرؤية البصرية، فإذا رآه من تثبت رؤيته شرعا من عدالة وقوة إبصار فإن هذا كاف في اعتماد الحكم به والأمر بالصيام. وإن كان سيأتي معنا أن الرؤية تكون بواحد، الدخول بواحد والخروج باثنين إلى آخره. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة. وصحوا ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرسالهم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيت، فصعم. كما قلنا قبل قليل أن الحكم مبني على الرؤية، لكن هنا يدل على أن الدخول يكفي فيه شاهد واحد، يكفي فيه شاهد واحد. فخبر ابن عمر يقول: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته. قال كأنه قال: فاعتمد رؤيتي فصام وأمر الناس بصيامه، يعني اعتمد على رؤية واحد. وهذا هو قول الحنابلة وقول جماعة من أهل العلم، وهو الصحيح إن شاء الله أنه يكفي فيه واحد للأحاديث. وإلى الأصل أن الشهادة، والحقيقة أن رؤية الهلال خبر وليست شهادة، خبر وليست شهادة، خبر عن أمر ديني، ويكفي فيه واحد. إلا في الخروج فهو اثنين، لأن الأصل أن جميع الأشهر لا تثبت إلا باثنين، وفي ذلك خبر مرفوع أن جميع الأشهر لا تثبت إلا برؤية اثنين. أما دخول رمضان فله أحاديث خاصة، منها حديث هذا الباب. فهو في الرؤية يكفي واحد، إذا رأى واحد الناس يصومون، ولهذا قال: إني رأيت فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. والخبر الآخر خبر ابن عباس رضي الله عنهم أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوم غدا. أيضا يدل على أنه إذا رآه عدل أو من ظاهره العدالة أن هذا كافي. وأن الناس يؤخذون بظواهر أحوالهم، وأن الإنسان لا يفتش أكثر من إذا علمت إسلامه فإن هذا كاف، إلا إذا جاء ما يقدح فيه أو جاء من يجرح عدالته. وإلى الأصل في ظاهره أنه إذا رآه فإن هذا كافي. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشهده: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. وقوله فأذن في الناس يا بلال، قال العلماء فيه دليل على أنه إذا ثبت الهلال ينبغي للإمام أن يذكره للناس بأسرع وسيلة، وأن ينشر خبره في الناس بأسرع وسيلة ممكنة، يبلغ الناس بثبوت الشهر. فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فأذن في الناس يا بلال، يعني أعلمهم وأخبرهم، مما يدل على أن ولي الأمر إذا ثبتت عنده الرؤية وثبت عنده دخول الشهر شهر رمضان فإنه يبلغه للناس بأسرع وسيلة وبأوسع انتشار ممكن. وهناك قضية قد لا نقف عندها كثيرا، وهي قضية اختلاف المطالع، وهي أن العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بالرؤية اختلفوا: هل إذا رؤية الهلال في بلد
أنه يلزم الناس كلهم الصوم أو أن لكل بلد رؤيته؟ المذهب عندنا أنه إذا رؤي في بلد لزم الناس كلهم الصوم، لزم الناس كلهم الصوم. والقول الآخر أنه لكل بلد رؤيته وأن لكل بلد رؤيتهم. والواقع أن الخلاف فيها قوي، ويرجع الأمر الحقيقة إلى تقدير علماء كل بلد فيما ينظرون. وهناك من قال لا، إن الأمر إذا كان تحت ولاية واحدة، أن البلد إذا كان تحت ولاية واحدة ولو اختلفت مطالعه، كما لو كانت بلدة كبيرة أو دولة كبيرة ومما تختلف في المطالع، فإنه لابد أن يأخذوا بما تقول به الولاية. وهذا صحيح أيضا، وهذا أجمع لأمر الناس، ولا بد أن وهذا هو المعمول به أيضا في الواقع، في حينما ترى في كلام الفقهاء وما يقرر أن هذا هو المعمول به، أنه إذا كان البلد واسع تحت ولاية واحدة وإن اختلفت مطالع أقطاره من غربه وشرقه، ولكنه تحت ولاية واحدة وحكم واحد، فإنهم يخضعون لما يأمر به الإمام ويأمر به ولي الأمر. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.